الحمد لله مصر بتتمتع ب يعني سواحل كبيرة جدا، سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط، وإحنا بنرسي بهذه الاتفاقية الاستثنائية التاريخية غير المسبوقة آلية واضحة لأي استثمار أجنبي مباشر هيكون حابب إن هو يكرر نفس النموذج، لأنه بيحقق استفادة مشتركة. زي ما قلت لحضرتك، مخطط التنمية العمرانية محدد لنا مجموعة من المدن والتجمعات سواء على ساحل البحر الأحمر أو على ساحل البحر المتوسط اللي من شأنها تبقى تكرار لمثل هذه النوعية من المشروعات. لكن غير دول، في مجموعة أخرى من المشروعات اللي الدولة المصرية بتحضرها علشان تطرحها كطرح عالمي إن شاء الله، وكلها من المستوى العيار الثقيل على نفس هذا المستوى.